اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيفنا اللي انضمنا بلال محمد، نجم فريق 16 سنه ناشئين بنادي الاهلي واللي فاز ببطوله القاهره مع الفريق. اهلا بيك يا بلال. اهلا بحضرتك، منورنا. بس انت يعني ما شاء الله بلال، يعني السنه اللي فاتت طولت شويه برضو، والسنه دي كنت بادي اداء كويس. طب قول لي البطوله دي وانتوا داخلين، محمد كنت سالته نفس السؤال ده وعايز اسمع الاجابه، مين اقوى فريق كنتوا شايفينه؟ طبعا احنا بنحترم كل يعني الفرق اللي احنا بنواجهها، بس هو طبعا يعني كانت المنافسه الاقوى مع الجزيره. مع الجزيره. اه طب منهم ناس 2007 او لعيبه 2007 زيك كتير ولا اكثرهم 2006؟ طبعا اكثرهم 2006، بس يعني كان في لعيب او اثنين يعني مميزين وكانوا طالعين معاه 2007. اه انت السنه اللي فاتت ما شاء الله بلال كنت مميز في جيلك 2007 وعملت موسم كويس وفنشت الجمهوريه كويس وكنت حاطط سكور عالي يعني، وبدات الموسم ده باصابه يعني ربنا الحمد لله ما يعيدهاش. كلمني عن الاصابه، ايه اللي جالك وجات لك ازاي؟ كان جالي منشا الأمعاء حضرتك مكانه 4 مللي مزق شد ولا مزق؟ هو العضله اتشدت جامد فمنشا الأمعاء حضرتك مزق. ده كان نتيجه لتدخل عنيف اثناء التدريب. بس الحمد لله لحقت ارجع بفضل يعني كابتن محمد طبعا علي شجعني، فضل دكتور اكرم وكابتن علاء. كنت بتاخد جلسات يا بلال؟ اه طبعا. وعلاج طبيعي ورحت الجيم وكده ولا اول ما خفيت نزلت على طول؟ لا طبعا قعدت فتره جلسات وعلاج طبيعي وكل حاجه. انت كنت بتعملها في النادي؟ اه حاجات منها في النادي وحاجات منها بره. طيب بيقولوا في العلاج الطبيعي الجديد بيبقى بالميه، ممكن تنزل الميه تاخد تمارين في الميه، هل احتجت العلاج الطبيعي في الميه ولا ما احتجتلوش؟ لا الحمد لله يعني ما كانش يعني حاجه لازمه، كان العادي. كان اللي موجود طب انت يعني قعدت قد ايه في العلاج؟ يعني عشان انا ليه بقول كده، بقول ان حتى لو جات لك اصابه في اول الموسم ما تعطلكش، يعني ما شاء الله بلال معانا اهو لعب وشال ودخل فورمته. قعدت كم اسبوع كم يوم لغايه ما رجعت؟ انا قعدت 4 أسابيع لحد ما حصل الالتئام والحمد لله يعني العظمه رجعت مكانها، وقعدت بعديها اكتر من 4 أسابيع يعني علاج طبيعي وتاهيل وكل يعني شهرين. شهرين. طبعا بابا وماما اتخضوا عليك جامد يعني، كانوا اتخضوا طبعا بس كانوا متعودين يعني. متعودين يعني، ما هو لعيب لازم يتعرض لاصابات يعني. بس هو يمكن عشان انت حبيبي لسه صغير كنت ولسه طالع وبتاع. طب قول لي يعني 2006 انت لعبت معاهم، ما طبعا انت في فتره صعدت مثلا بتشوفهم في النادي، فلما اتضمتوا مع بعض الجيلين كان يعني حسيت ان انت غريب ولا حسيت ان انت يعني كابتن محمد قال انه حاول يجمعكم مع بعض يدخل روحكم مع بعض تبقوا كلكم في هارموني، حسيت ده يعني بغربه خاصه انت قعدت شهرين مصاب؟ لا طبعا، لان احنا كلنا عارفين بعض من قبل كده، حتى الجداد يعني كنا نعرف بعض سواء ماتشات كانت حصلت عندنا في النادي او شفنا بعض بره، فاحنا كنا كلنا اصحاب يعني ونفس الروح يعني. ما كنتش حاسس بغربه؟ لا طبعا.